انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله بتداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين. انا عندي عيلين خاربين بيتي. راجع احنا كمان دول 40 40 ايوه كده 40 يبقى كله 160 الف جنيه. 160 هو مرتب سعادتك كام؟ 3000 جنيه. معقول 3000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسياده الحكومه الوضع ده يا ابني مصروف ايده بس 3000 جنيه. اي والله كده وبيت 3000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ انت عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعطي ما انا هما كان نسيت 200000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه عندي فلوس بعد ما امشي انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ من اعظم وانظف الشركات اللي